قال الحكماء في قيمة العلم: قيمة المرء ما يعرفه. العلم هو الترياق المضاد للتسمم بالجهل والخرافات. المعرفة التي لا تنميها كل يوم تتضاءل يوما بعد يوم. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. المعرفة كنز يتبع صاحبه أينما ذهب. يتعب المرء من كل شيء إلا العلم. ونحن من خلال قناتكم، قناة النيل للتعليم العالي، نمهد طريقا للعلم لنصل معا إلى المستقبل.